ليست الحرب الأولى التي تدمر فيها مدن بالكامل ويشرد فيها الآلاف، لكنها المرة الأولى التي نرى فيها من السماء يومياً ما يدور على الأرض من أدق التفاصيل إلى الصورة الكاملة. هذه المسيرة الصغيرة تلعب دوراً غير مسبوق في الحرب الأوكرانية، فهي جندي يهاجم ومراسل حربي يصور ومؤرخ يوثق وحتى جاسوس يجمع المعلومات. الكثير من اللقطات الجوية عالية الدقة القادمة من أوكرانيا يتم تصويرها بواسطة طائرات بدون طيار رخيصة الثمن نسبياً وصغيرة، وغالباً ما تكون صينية الصنع بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي. هذا الاستخدام المفرط للمسيرات في الحرب الأوكرانية يسلط الضوء وفقاً للتقرير على حقيقة أن العالم بحاجة إلى معايير ومبادئ توجيهية واضحة لاستخدام الطائرات الاستهلاكية بدون طيار وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فهي قد تحول المدنيين الفضوليين أو الصحفيين المغامرين إلى أهداف للجيوش المحاربة، كما أنها هدف للحرب الإلكترونية الدائرة في الفضاء الرقمي، وبسيطرة القراصنة عليها قد ينقلب السحر على الساحر. أما عسكرياً، كان للطائرات بدون طيار دور رئيسي في إيقاف تقدم الرتل الآلي الروسي الكبير خارج كييف واستهداف الدبابات الروسية بالقنابل. إعلامياً ودعائياً كان للمسيرات الفضل في جعل العالم يعايش الحرب الأوكرانية بشكل كامل وللمرة الأولى، فهي قادرة على جعلك تقترب من ألسنة اللهب حتى تكاد تختنق، تنتقل معها إلى أجواء الحرب وسط الجليد وتجول بعينيك بين الدمار حتى تكاد تخشى أن تنهار بقايا المنازل فوق رأسك، ما يجعلك تنسى أحياناً أن هذه هي الحرب دائماً، والدمار والتشريد ليس بالأمر الجديد، لكن الفارق هذه المرة أن المسيرات لم تنقل واقع الحرب الأوكرانية إلى العالم، بل نقلت العالم بنفسه إلى قلب المعركة. منا مصطفى، العربية.